يوحنا 9. وفين هو معدي شاف انسان اعمى من يوم ما تولد، فسأل تلاميذه الولول يا معلم مين غلط ده ولا ابوه او امه عشان تولد اعمى؟ جاوب يسوع لا ده غلط ولا ابوه او امه، لكن عشان تبان فيه اعمال الله. مفروض اني اعمل اعمال اللي بعتني مدام نهار، هيجي ليل لما محدش هيقدر يشتغل. ما دمت في العالم فانا نور العالم. قال ده وتف على الارض وعمل بالتف طين ودهن بالطين عينين الاعمى، وقال له روح اغسل نفسك في بركة سلوام اللي معناها رسول. فراح وغسل نفسه وجه بفتح. فالجيران واللي كانوا بيشوفوه قبل كده انه كان اعمى قالوا مش ده هو اللي كان بيقعد ويشحت؟ ناس تانية قالت ده هو، وغيرهم قالوا انه يشبهه، واما هو فقال انا بقى هو. فقالوا له ازاي عينيك ارتحت؟ جاوب ده وقال انسان بيقولوا له يسوع عمل طين ودهن عينيا وقال لي روح لبركة سلوام واغسل نفسك. فرحت وغسلت نفسي فشفت. فقالوا له فين ده؟ قال ما اعرفش. فجمل الفريسيين اللي كان قبل كده اعمى وكان ثابت لما عمل يسوع الطين وفتح عينيه. فسألوا الفريسيين كمان ازاي شيخ؟ فقال لهم حط الطين على عينيا وغسلت نفسي وديني بشوف. فقال لنا الفرسين الانسان ده مش من الله لانه بيحفظ السبت. ناس تانية قالوا ازاي يقدر انسان خاطي انه يعمل معجزات زي دي وكان بينهم انقسام. قالوا ديني الاعمى بتقول ايه انت عنه ما دام فتح عينيك؟ فقال ده نبي. فما صدقش يسود عنه انه كان اعمى في فتح لحد ما بعته لابو ام اللي فتح. فسألوه ام وقالوا ده يبقى ابنكم اللي بتقول انه اتولد اعمى؟ أمال إزاي بيشوف دلوقتي؟ جاوبهم أبوه وأمه قالوا نعرف إن ده ابننا وإنه اتولد أعمى، أما إزاي بيشوف دلوقتي فما نعرفش، ولا مين فتح عينيه فما نعرفش، هو سنه كبير، اسألوه وهو يتكلم عن نفسه. قال أبوه وأمه ده عشان كانوا خايفين من اليهود، لأن اليهود كانوا خدوا عهد إنه لو اعترف حد بإنه المسيح رح يطلع بره من المعمى. عشان كده قال أبوه وأمه إنه سنه كبير اسألوه. فنادوا تاني على الانسان اللي كان اعمى وقالوا له ادي مد لله احنا عارفين ان الانسان ده خاطي. فجاوبهم ده وقال بقى هو خاطي معرفش، لكن اعرف حاجه واحده اني كنت اعمى ودلوقتي بشوف. فقالوا له تاني عمل معك ايه؟ ازاي فتح عينيك؟ جاوبهم ما قلت لكم ما سمعتوش، ليه عايزين تسمعوا تاني؟ تكونوش انتوا عايزين تبقوا تلاميذ ليه؟ فشتموه وقالوا انت تلميذنا اما احنا فاحنا تلاميذ موسى، احنا نعرف ان موسى الله كلمه اما ده فما نعرفش هو منين. جاوب الرجل وقال لهم اما ده عجيب انتم متعرفوش هو منين وهو فتح عينيا، واحنا نعرف ان الله ما بيسمعش الخطاة، ولكن لو كان حد يخاف الله ويعمل ارادته فده يسمع له. من اول جيل النهاردة ما تسمعش ان حد فتح عينين واحد اتولد اعمى، لو ما كانش ده من الله ما كانش قدر يعمل حاجة. جاوبوا قالوا له في الخطايا اتولدت انت كلك على بعضك وانت هتعلمنا؟ وقاموا طلعوه بره. فسمع يسوع انهم خرجوه بره فلقاه وقال له تآمن بابن الله؟ جاوب ده وقال مين هو يا سيد عشان آمن بيه؟ قام قال له يسوع اديك شفته واللي بيتكلم معاك يبقى هو بنفسه. فقال له آمن يا سيد وسجد له. فقال يسوع عشان حكم جيت انا للعالم ده لاجل ما يشوف اللي ما بيشوفوش ويعمل اللي بيشوفه. فسمع ده اللي كانوا معاه من الفريسيين وقالوا له نكونش احنا كمان عمي؟ قال لهم يسوع لو كنت عمي ما كانش يبقى عليكم خطيه، ولكن دلوقتي بتقولوا اننا بنشوف فخطيتكم اعاده.